طيب الوراثه الانهيرتنس، تمام؟ الانهيرتنس، وايه هي الانهيرتنس وفكرتها عامله ازاي؟ انا هعمل اكزامبل اسميه VS26 بلس، وعندي كلاس، كلاس ده عادي جدا. انا عملت كلاس اسمه مثلا، انا بعمل سيستم كامل وفي طلبه وفي مدرسين وفي وفي، فلقيت ان في بيانات مشتركه مثلا، فهو عامل كلاس اسمه مثلا بيرسون، كلاس اسمه ايه؟ بيرسون، عايش بقى؟ ادي كلاس اسمه بيرسون، ده انا المفترض عامله عشان اجمع فيه الحاجات الاساسيه، حاجات الايه؟ الاساسيه. زي مثلا اول حاجه انا هعملها اقول له ديف اندرسكور اندرسكور اي ان اي دي، تمام؟ اندرسكور اندرسكور، وطبعا في ايه؟ سيلف، صح؟ واقول هنا سيلف دوت الاف نيم، وهنحطها النون سيلف دوت ال نيم، واحطها النون، وعندي مجموعه من البيانات الاخرى، حاجات تانية يعني مش عايز اضيع وقتنا فيها، بنفس الاسلوب بس كل الحاجات دي مشتركه في كل البيرسونز اللي موجوده عندي في السيستم، كل البيرسونز اللي موجوده عندي في السيستم. وفي عندي كمان فانكشن ثانيه اسمها مثلا جيت فول نيم، هات الاسم بالكامل، واللي بترجع لي تعمل ريتيرن السيلف دوت اف نيم، وجنبيها السيلف دوت ال ال نيم، وبينهم سبيس، ماشي؟ وخلاص ده كلاس عادي. قد تكون دي عمليات اكبر واوسع وكل حاجه، بس انا دلوقتي بالنسبه لي لو انا تيتشر هيبقى عندي برضه الاف نيم والال نيم وعندي الجيت فور نيم. لو انا ستودنت برضه هيبقى عندي الاف نيم والال نيم. طب لو انا امبلوي هيبقى عندي نفس، يعني من الاخر حطيت هنا الحاجات المشتركه، حطيت هنا الحاجات الايه؟ المشتركه في السيستم بتاعي. وجيت قمت عامل كلاس، تمام؟ الكلاس ده سميني تيتشر، سميني ايه؟ تيتشر، صح؟ تيتشر ده المفروض احط له سيلف ولا ايه؟ صحيح. المرة دي مش هحط له سيلف، هحط له بيرسون. فدي بتاخد بالك بقى في الحتة دي. يعني ايه؟ أكني بقول التيتشر ده امتداد للبيرسون، يعني لو قلنا كده ان ده الاب، البيرسون ده الاب، هيبقى معناها ان التيتشر ده الابن. يعني ده بيورث وده بيرث. يعني ايه ده بيورث وده بيرث؟ يعني كل الاتريبيوتس والبروبرتيز او الفانكشنز اللي موجوده في البيرسون هيرثها التيتشر. هيرثها التيتشر لان انت قلت كده، دي معناها ان دوت بنسميه سوبر كلاس وده بنسميه سب كلاس. وساعات بنسميه اسماء تانية كتير، بس ده اسمه سوبر كلاس، فاهم؟ ساعات بنسميه البيز كلاس، ممكن نسميه بيز كلاس برضه اسمه، نعم؟ او بيرنت كلاس او البيرنت كلاس، مظبوط، بيرنت كلاس له معناهم ان ده الاصل. طب وهنا ده اسمه ايه؟ بنسميه احنا ايه؟ سب كلاس. سب طب سب سوبر، خلاص؟ طب وسب بيز ساعات بنسمي ده ريفت كلاس، تمام؟ نعم. يعني ده الاصل وده المشتق منه، بعد ده اسمه مشتق منه ده اصل. وتصاد البيرنت بنسميه ايه؟ التشايلد كلاس. يعني كل دي مسميات منتشره، عشان انا بقول ليه المسميات كتيره دي؟ عشان قابلت في اي مكان الاسم ده او ده او ده او ده تبقى انت ايه؟ متفهم يعني. يبقى انت عارف ان ده مقصود بيها نفس الكلام يعني او نفس المعنى.
وجيت جوه التيتشر ده كنت عامل ديف عشان اعرف فانكشن واديها اعمل فانكشن كده خاصه يعني اي فانكشن خاصه او اي حاجه ما نعرف كونستراكتور فيها ممكن اعمل كونستراكتور فيها بس واحده واحده عشان الكونستراكتور ليه شغل خاص في الموضوع بتاع الداتا تمام ليه شغل خاص ولذلك كان عين واحده واحده اعمل مثلا مثلا خاصه بالتيتشر مثلا الكوليدج ديجري الدرجة الجامعية دي خاصة بالمين؟ بالتيتشر لوحده صح؟ وانا هعملها طبعا بسيطة سيمبل خالص اقول له ريتيرن مثلا دكتور وخلاص الدرجة الجامعية دكتور ماشي؟ دي فانكشن خاصة بيه قبل ما اخش في تفصيل اكتر من كده هي الفكرة الجديدة احنا على فكرة ما كتبناش ولا كلمة جديدة مش اي حاجه جديده خالص احنا بنقول ان احنا من بدل السيلف بنحط اسم الكلاس ثاني اسم كلاس غير اسم كلاس ايه غير الكلاس بس ما عملناش اكتر من كده ولذلك لو جينا بقى عملنا ايه هنعرف من البيرسون واحد قلت بي بتساوي بيرسون حد زعلان من دي في حاجه بالعادي لو قلت بي دوت جيت الفول نيم طبعا هيطلع لي النون النون طبعا صح؟ حبيت اضحك يطلع لي النون لان انا ما عدلتش البيانات بتاعتي صح؟ فلوس ابن خمسه قال لي النون سبيس النون طب حبيت قلت له بي دوت اف نيم تساوي رامي وبي دوت ال نيم مش عارف اسمه ايه بس ابراهيم ابراهيم ماشي بص سيف بص بخمسه قال لي رامي ابراهيم عادي كويس جدا هو البيرس ما فيهوش غير الليفت نيم والال نيم والايه؟ جيت فور نيم ده الطبيعي ما عملناش جديد تعال نعيد نفس الكلام لو جيت قلت تي تيتشر يعني قلت بيساوي تيتشر حلو جدا لو قلت تي دوت كوليدج مفيش غيرها الكوليدج ديجري قلت له بنت الهالي فالطبيعي يطبع لي كلمه دكتور ده العادي صح ولا ايه؟ في خمسه قال لي في مشكله عنده كوليدج ديجري بتاخد اي حاجه انسينا كلمه سيلف بس صح؟ لو قلنا اي واحد تاخد سيلف صح؟ اي فانكشن داخلي قال لي ايه؟ دكتور عادي صح؟ مفيش مشكله حتى الان مفيش جديد حتى الان مفيش ايه؟ مفيش جديد ايه الجديد بقى؟ لو انا قلت تي دوت اف نيم ينفع؟ احنا قلنا ان المفترض ده نسميه كلاينت كود قلنا المفترض ان ده بقى بيعرف كل اللي موجود جوه البيرسون وبالتالي انا المفترض لو جيت قلت له طبعا ممكن اعملها بانبوت انتوا فاهمين طبعا بس انا بختصر وقت ماشي انت قايل ده كريم تي دوت ال نيم طه تي دوت فول نيم او جيت فول نيم افترض ده كان يضرب مننا صح؟ لكن احنا بس اللي غيرناه اعمل هنا انهيرنت قال لي كريم طه احنا بس اللي غيرناه هنا فوق كان ايه؟ جينا هنا بدل كلمه سيلف حطينا بيرسون يعني لو رجعتها سيلف هيضرب هيقول لي مفيش حاجه اسمها اف نيم ومفيش حاجه اسمها ال نيم ومفيش حاجه اسمها جيت فول نيم. طبعا هيبدا بالاف نيم لو دوست في كنترول اس ودوست في خمسه
هيقول لي مفيش حاجه اسمها ايه؟ الميم ده مش شايفه انا. صح ولا ايه؟ سيلف از نوت فاليد. سوري احنا ما عندناش دي بقى، احنا هنشيل دي في الـ اسف في الكلاس ما بنكتبهاش. صح في الكلاس ايه؟ ما بنكتبهاش. بس في خمسه قال لي التيتشر اوبجكت هاز نو اتريبيوت اسمه جيت فول نيم، مش لاقي الفول نيم ده وضرب. صح ولا ايه؟ انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف انت تقصد ايه بالحاجه دي. فضرب لان مفيش فانكشن اسمها كده. لكن فانكشن كولج ديجري طبعت عادي. طبعا دول اتضافوا على السيستم على السيستم الضيفي يعني، لكن دول الفانكشن ما عرفش يشغلها لان مش موجوده بالنسبه له. اه معنى كده؟ معنى كده؟ ان انا لما جيت هنا قمت مزود تيتشر فتح قوس كنت كاتب بيرسون اضاف له الاف نيم والال نيم والجيت فول نيم بتوع مين؟ بتوع السوبر بس في خمسه اشتغلوا. فمعناها ان التيتشر قدر يورث كل العمليات والخصائص وكل شيء موجود عند مين؟ عند السوبر كلاس بتاعه او اللي هو بيرث منه. ودي الفكره الاساسيه بتاعت الانهيرتنس. ممكن طبعا اعمل كمان كلاس، يعني ممكن اعمل كلاس ثاني زي التيتشر اسميه مثلا ستودنت برضه بيورث من البيرسون بس اعرف له فانكشن مثلا اسمها الاستاديين مثلا. بيرجع اي حاجه، طبعا احنا مثبتين البيانات دلوقتي لمجرد الفكره لان احنا مش محتاجين ان احنا نشغل دلوقتي في البيانات يعني. بقى عندي ستودنت برضه وارث من البيرسون، يعني معنى كده ان انا اقدر اعمل نفس العمليات اللي عملتها على التيتشر دي بقت موجوده في البيرسون. طبعا ده هتوفر عليا كتابه كود كتير لان انا ما كنت كل شويه اعرف الاف نيم والال نيم او اليوزر نيم والباسورد اعرفه في ده وفي ده وفي ده والنيم والايميل ومش عارف. كنت طبعا هيحرق مني، كان بيحرق مني كود كتير عمال ادبلر في كود ونفس الافكار ونفس الكلام. صح ولا ايه؟ مش معايا؟ صحيح. لا صحيح دكتور، الوضع بقى مختلف دكتور. لو بيعمل انهيرتنس على اكثر من كلاس بيحط كوما. اه هتكلم لسه على المنطق الانهيرتنس. نعم ان في مشكله ثانيه ان في لغات كتير ما بتدعمش الانهيرتنس. عملت بس محمد شعراوي وضفت بس هديها بالاس بالاس اف نيم وبالاس اف ال نيم بالاس دوت نيم والثلاثه دول اصلا مش مالهمش اصلا وجود جوه السيرت لكن هو واخدهم بالوراثه. حلو واخدهم بالوراثه تمام؟ واخدهم عبر عن جد يعني واخدهم عن البيرس معاك. فدوس اف خمسه لقيته طبع لي اربعه اللي هي سنه الدراسه طبع لي محمد شعراوي مش مشكله. بس طبعا العمليه مش عمليه عكسيه يعني الاب ما بيورثش من الابن خد بالك يعني ما ينفعش اجي اقول بيرسون دوت مثلا ستادي يير او دوت الكوليدج ديجري فاهمني؟ يعني اقول دوت الكوليدج ده اللي يجي لو قلت الكوليدج ديجري كده وقلت له برنت هيطلع لي ان دي مش موجوده زي ما احنا شايفين. قال لي البيرسون ما فيهوش الفرق ما فيهوش، يبقى كده معناها دي هسيبها عشان تتفرجنا فاكرين ان العمليه مش عمليه عكسيه مش كله بيرسم كله خلاص. لا اللي حصل هنا ان البيرسون ده كان اساس تمام والتيتشر ورث منه وكذلك الستودنت ورث من الايه؟ من البيرسون. فالتيتشر بقى فيه كل اللي موجود في البيرسون والستودنت بقى فيه كل اللي موجود في الايه؟ في البيرسون. مفهومه دي؟ عشان وقتنا هنوه عن معلومه مهمه
نكمل بيها ان شاء الله المره اللي جايه. الكونستراكتور، لو انا جيت في الكونستراكتور بتاعي كده برنت بتاع البيرسون، initialized يعني ايه؟ بيرسون initialized يعني الانيشاليزيشن اشتغل، يعني جهز البيرسون جهز. فالمفروض دي في الانستراكتور، يعني اول ما اقول بي بتساوي بيرسون ترن، صح ولا ايه؟ ترن. نعم. بس في الحقيقه خد بالك لما اجي اعمل تي بتساوي تيتشر، اس بتساوي تي ستودنت. ما هم وارثين، صح ولا ايه؟ لما بقول اف 5 قال لي البيرسون هنا انيشاليزد، ولما جيت عملت تيتشر قال لي البيرسون انيشاليزد، ولو جيت عملت ستودنت قال لي البيرسون ايه؟ انيشاليزد. معناها ان كل ما بتعرف اوبجكت من الرئيسي الانستراكتور بيقوم بتاعه، وكل ما تعرف اي تشايلد او اي دريفت كلاس برضو الكونستراكتور بتاع البيز بيرن، الكونستراكتور بتاع البيز بايه؟ بيرن. واحد يقول لي طب افتراضا، افتراضا جدل مش جدل واقعا، لو انا جيت هو التيتشر وقمت معرف له هو كمان، عرفت له ايه؟ كونستراكتور خاص بيه، صح ولا ايه؟ نعم. وهعمل بس برنت كده فيه التيتشر initialized، ماشي؟ جوه مين؟ جوه التيتشر. وجيت رنيت هتلاقوا ايه؟ البيرسون initialized. هنا بقى التيتشر initialized.